اه بس معلم فيتامين بي 12 هاجي لك نقص فيتامين بي 12. لو انت نباتي هجيب فيتامين بي 12 منين؟ دي الجبهة الأخيرة اللي بيحاربوك فيها لما تقول يا جدعان أنا حولت لنظام نباتي، لما تقنعهم بكل المناقشات التانية اللي بتقول إن مش هيجي لك نقص بروتين ولا حديد ولا كالسيوم، وإنك برضه ممكن تعمل عضلات على النظام ده هو. وبعد ما تثبت علاقة اللحوم والألبان بالأمراض المزمنة، على فكرة لما كنت شفت الحاجات ديت خش تحت في التعليقات هتلاقي الحلقات ديت. بعد لما تخلص كل الكلام ده هو هيجي لك بقى على فيتامين بي 12 نقطة الضعف. فيتامين بي 12 بيجي منين؟ اللي بيعمل فيتامين بي 12 مش الحيوانات، اللي بيفرزه هي انواع معينه من البكتيريا موجوده في امعاء الحيوانات، وعشان كده بي 12 موجود في مخلفات الحيوانات الكاكا بتاع المرض. والحيوانات عندها قدره على امتصاص بي 12 من البكتيريا في امعائهم او بياكلوه من الارض وهما بياكلوا الحشيش المختلط بالكاكا البكتيريا فوش. ده الطبيعي من اول ما اتخلقنا على الارض ديت. الانسان زمان ما كانش عنده مشكله في فيتامين بي 12، مش عشان كان بياكل لحمه، لانه كان بياكل من الارض زي الحيوانات. ما كانش في النظام اللي العالم ماشي عليه دلوقتي من التنقيه والتكرير وتطهير الميه والاكل. اه ما عادش عندنا بي 12، لكن كسبنا حاجات تانية كتير. فاحنا عشان اتقدمنا وما عدناش ناكل حاجات ملوثه بقينا نحتاج فيتامين بي 12 من مصادر تانية. مش بس كده، لما تكبر في السن سواء بتاكل لحمه او لا هتحتاج انك تاخد سبلمنت فيتامين بي 12. كمان 40% من البشر طبقا للدراسة عملتها مستشفى فرامينغهام بتقول ان 40% من الناس اللي بتاكل لحوم عادي خالص ومش نباتيين بيجي لهم نقص فيتامين بي 12. فكر فيها، كمية الاقراص وحقن بي 12 اللي بتتباع في العالم واللي هي بيزنس بيقدر بمليارات الدولارات حول العالم، تفتكر يعني كل اللي بيشتروهم دول نباتيين؟ فاللي بيشتروهم دول بياكلوا لحم عادي؟ كم واحد انت تعرفه بياكل لحمه وفراخ ومقضيها وبرضه بياخد اقراص او سبراي او حقن بي 12؟ ها؟ يبقى ما جاتش عند نباتيين بقى. الفرق ان احنا داخلين على النظام ده وعارفين ان احنا لازم نعمل كده ولازم نعوض فيتامين بي 12، وفي نفس الوقت بنحاول نتجنب الاضرار بتاعه اللحوم والالبان والزيوت. طيب احنا محتاجين قد ايه؟ احنا محتاجين 2.4 مايكرو جرام بي 12 في اليوم. عشان توصل للكميه دي انت محتاج تاخد 250 مايكرو جرام، وده في صوره بخه بسيطه من مكملات زي دي. طب يا عم ليه وجع الدماغ؟ ما ناكل لحمه وخلاص. انت ممكن تاكل لحمه عشان فيتامين بي 12. عشان تجيب بقى الكميه اللي انت محتاجها من بي 12 انت محتاج تقريبا 200 جرام لحمه. بس ال 200 جرام دول مش جايين للبي 12 بس، دول جايين ب 500 كالوري، 40 جرام دهون، 120 ملي جرام كوليسترول، وزيرو الياف. مع كل ده ممكن تزود خطوره اصابتك بامراض القلب والسكر، وبتعرض جسمك لمشاكل كتير ومحفزات التهاب زي انسولين جروث فاكتور 1 اللي اتكلمنا عليه في كذا فيديو قبل كده. فانت ممكن تاكل اللحمه او انت ممكن تتجنب كل ده بكام بخه من دول. طب يا عم ناكل دايت متوازن، وايه كمان انسولين جروث فاكتور ده؟ ما اتفرجتش على الحلقات التانيه، شوفوا معانا. Yeah, you will drive up insulin-like growth factor 1. You'll drive up something called mTOR. It's one of the most fundamentally groundbreaking changes in the last 10 years that more protein from animals may actually age you quicker. That's not just type 2 diabetes. That's brain aging. That's heart aging. That until we're in our 70s, the world's experts are now saying, keep your animal protein quite low. Plant protein gets like a halo effect. You eat a lot of plant protein. We're talking beans and seeds and green leafies. I mean, something as simple as spinach is 40% protein, and kale may be 50% protein. So these are protein-rich foods. They seem not to harm our health. They seem not to accelerate type 2 diabetes or cancer risk or heart disease or actually shorten our lifespan. بصوا يا جماعه، فيتامين بي 12 مهم ونقصه بيجيب انيميا وبيأثر على تصنيع كرات الدم الحمراء، بس مش ضروري خالص ان انت تعرض جسمك لكل المخاطر بتاعه اللحوم دي عشان عندك فوبيا بي 12. اسال نفسك كم حاله كل يوم بتيجي طوارئ المستشفى عشان ازمه قلبيه او كومه سكر، وكم حاله بتتشاف في الرعايه المركزه وطوارئ وتقريبا هتموت عشان نقص فيتامين بي 12. موضوع تضخيم فيتامين بي 12 ده وان احنا لازم ناكل لحم عشان ناخد احتياجاتنا من بي 12 عامل بالظبط زي اللي بيقول لك انا لازم اشرب حاجه ساقعه ومشروبات غازيه بكل اضرارها ومشاكلها عشان اجيب احتياجاتي من البوتاسيوم. انت ممكن تاخد البوتاسيوم من حاجات تانيه كتير، كل اللي انت عايزه، بس افتكر ان كل حاجه بتدخل جسمك بتفرق، وفي ساعتها الحاجات ديت تاثيرها على جسمك اصعب ما تتخيل، مش بعد سنين ولا بعد فتره طويله. لو انت محتاج تعرف اكتر عن الموضوع ده هو تزور موقعنا، يمكن تحاول تجرب النظام ده لمده 21 يوم، احتمال تغير رايك.
لو ما فرقش معاك حاجه ارجع تاني زي ما انت، كل لحوم واشرب الحاجه الساعه اللي انت عايزها، بس احتمال تتفاجئ وجسمك يستفيد، مين عارف.